السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميع بخير. ده على فكره تاني فيديو ينزل النهارده عن موضوع مختلف تماما. لما تخلصوا الفيديو ده ان شاء الله تشوفوا الفيديو الاولاني عشان في حاجه برده حماسيه جدا. و 2020 كل ما تحسها خلاص بتخلص وداخلين على نهايه السنه تلاقي قنبله تانيه نزلت علينا مع حاجات جديده وحاجات حماسيه جدا. النهارده لو انتم متابعين كان المؤتمر الثالث لأبل في 3 شهور على التوالي. أبل كان عندها مؤتمر في سبتمبر، مش آيفون، كان في الآيباد وكان في الأبل ووتش. عندها مؤتمر في أكتوبر بتاع أجهزة آيفون، وعندها دلوقتي مؤتمر كمان في نوفمبر عشان تعلن فيه عن هاردوير تاني كمان بحاجات جديدة جدا. لو أي حد مش مركز شوية أكيد هيسأل إيه تاني من أبل، يعني شفنا آيباد جديد، شفنا ساعة جديدة، شفنا آيفون جديد، كل حاجة، خلاص إيه اللي ناقص يعني؟ لا، النهارده حاجة فعلا مميزة جدا، وتقريبا على ما أظن أبل بتعمل حاجة لأول مرة أي حد بيعملها في التاريخ. في مؤتمر المطورين السنة دي WWDC، أبل كانت ادت هنت كده إنها بتحضر إنها تصنع المعالجات الخاصة بيها، أبل سيليكون، إنها تستخدم معالجات خاصة بيها بدلا من إنتل في جميع أجهزة اللابتوبات بتاعتها وأجهزة الماك عامة. قبل ما تحس إنك مش متحمس للموضوع تقول ماليش قوي في الماك ومعرفش إيه، لا استنى، عشان الموضوع فيه حاجات فعلا خطيره جدا على الجانب التكنولوجي بشكل عام. في مؤتمر النهارده رسميا ابل اعلنت عن اول معالج خاص بيها من تصنيعها بالكامل على اجهزه الماك. باي باي كده انتل، ابل بتستخدم انتل من زمان جدا، دلوقتي انتهى الموضوع. ابل دلوقتي تقريبا على حد علمي هي الشركه الوحيده اللي هتكون بتصنع نظام تشغيل مع تشيب كمان لتشغيل هذا نظام التشغيل في اجهزه كمبيوتر. وهل الموضوع يعني حاجه حماسيه، يعني حاجه قويه ولا اي كلام؟ لا، حاجه حماسيه وحاجه قويه جدا. اوريدي ابل بتصنع بروسيسورز رهيبه جدا زي اللي بنشوفها على اجهزه ايفون واجهزه ايباد. A14 اكيد رهيب جدا كبنش ماركس وارقام ومعرفش ايه، لكن الحاجات دي كانت ليميتد في الحاجات اللي تقدر تشتغل عليها، يعني بتشتغل على اوبريتنج سيستم بتاع موبايلات، بتاع تابلتس، بتاع حاجات زي كده، لكن ما اشتغلش على نظام تشغيل كامل تنزل عليه برامج وتشتغل عليه فعليا. دلوقتي الموضوع اتغير، النهارده اول يوم الموضوع ده يتغير فعليا مع تشيب جديده ولاول مره اسمها M1. بتعمل ايه يعني M1 دي؟ احكي لكم كل التفاصيل دلوقتي، بس اكيد يا ريت قبل ما نبدا ما تنسوش لايك عنيف، يا ريت كمان تشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات عشان في حاجات كتير حماسيه قادمه قريبا جدا ان شاء الله. اوكي، M1 في التشيب الجديده دي ابل بتركز على 3 حاجات اساسيه: القوه، الطاقه، والحجم. طبعا ده بروسيسور من نوع ARM مش زي معالجات انتل، فده عباره عن بروسيسور بيستهلك طاقه اقل بكتير من اللي كنا بنشوفه على معالجات انتل قبل كده، بما تقريبا مشابه للي بنشوفه مثلا في الـ A14 وما الى ذلك. لكن الجديد في الـ M1 انها تديك قوه مهوله جدا اكبر من الحاجات دي بكتير. فعليا شيب M1 مصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر وفيها اكتر من 16 بليون ترانزستور. ده اعلى رقم على اي تشيب في التاريخ. فاجهزه الكمبيوتر اللي بتشتغل مع انتل مثلا او حتى AMD، البورد بتاعت الكمبيوتر بيكون فيها كذا تشيب، يعني في CPU، في المعالج لوحده، في الميموري، في الجزء الخاص بالذكاء الصناعي، في IO، في سكيورتي، معرفش ايه. قبل بقى لمت الحاجات دي كلها في SoC واحده هي M1. فالفرق في الحجم احسن بكتير من قبل كده، المساحه كلها صغيره جدا، وطبعا تكنولوجيا 5 نانومتر بتخليهم يحطوا حاجات اكتر بكتير كمان على المساحه الصغيره دي. طب خلينا نتكلم على الجزء بتاع السي بي يو اللي جوه الام 1، المعالج نفسه. عندك هنا 8 كورز، 4 سريعين جدا و4 يعتبروا هاي افشنسي اللي هم بيوفروا في الطاقه للمهام الاقل شويه. الاربعه دول اللي واحد فيهم ابل بتقول عليه ان هو اقوى كور في سي بي يو على اي معالج في العالم، عندك منه 4 والاربعه التانيين طبعا عشان يوفروا اكتر في البطاريه. التوفير في الطاقه هنا مش هزار، ابل حطت جرافس كده بتوضح لك ان في نفس مقارنه بالمعالجات اللي موجوده في اجهزه الكمبيوتر مثلا حاجات زي انتل، ابل بتستهلك المعالج الجديد بيستهلك تلت الطاقه اللي بتستهلكها المعالجات التانيه عند نفس مستوى القوه، نفس مستوى الباور اللي انت واخده. فالموضوع مبهر جدا، طبعا ده هيوفر معاك في البطاريه وهيوفر كمان معاك في الحراره والتبريد. وابل بتقول ان الام 1 هيديك احسن اداء قصاد اقل استهلاك للطاقه بالوات، يعني بالوات كذا هيديك اعلى اداء من اي معالج تاني حواليها. طيب ايه اخبار الجرافيكس؟ كان عندي بصراحه فضول في النقطه دي اعرف هل ابل هتتعامل مع شركات زي انفيديا مثلا او AMD عشان مع المعالجات بتاعتها دي تحط كارت شاشه ديسكريت منفصله. لا، الاجابه ان ابل عامله برضو انتجريتد جرافيكس كارد موجوده جوه نفس البروسيسور جوه الام 1، والانتجريتد جرافيكس كارد دي 8 كور برضو، وابل بتقول انها اقوى او اسرع انتجريتد جرافيكس كارد في العالم.
ده بيقولش كتير قوي يعني لكل الانتجريتد جرافيكس كارد في العالم ما يعتبروش اقوياء للدرجه، مش ولا واحده فيهم مميزه فعليا تشغل لك مثلا جيمز قويه. الانتجريتد جرافيكس في جانب انتل اتطورت جدا مؤخرا، لكن ابل بتقول ان اللي عندها اقوى مرتين من احسن واحد موجود دلوقتي، دي برضو حاجه كويسه. جوه نفس الشيب دي برضو عندك 16 كور من الان بي يو او وحده المعالجه العصبيه، واللي بتقدر تعمل 11 تريليون عمليه حسابيه في الثانيه، ارقام كده مجنونه جدا. فهي شبيهه جدا بالفكره العامه اللي شفناها مثلا في A14، لكن اضرب كل حاجه بقى في ارقام اعلى بكتير، تديك اداء احسن بكتير من A14، مناسب طبعا انك تستخدمه مع كمبيوتر وبرامج قويه. ابل بتقول ان جزء كبير من سرعه الام 1 بتعتمد على حاجه اسمها يونيفايد ميموري اركتكتشر. اللي انا فاهمه في الموضوع ان الميموري متسيف، يعني العمليات الحسابيه بتحصل ما بين السي بي يو ما بين الرام وما بين الجرافيكس كارد عشان كلهم في حته واحده، فالموضوع بيكون اسرع بكتير من ان كل واحده تتعامل مع الثانيه وتبعت معلومات لدي ودي ودي كده، الموضوع بيكون اسرع ويديك نتائج رهيبه جدا. انا بتقول انك مع الشيب تقدر تعمل كلر جريدنج ل 6K فيديو بسهوله جدا، وتشغل حاجات مش عارف عامله ازاي بالظبط، وكل ده من غير اي تضحيه في البطاريه، بالعكس هتاخد بطاريه زياده، ومن غير اي تضحيه في الحراره. في لقطه كده اتقالت بسرعه ان فاينل كات برنامج المونتاج المشهور جدا في جانب ابل هيشتغل 6 مرات اسرع ما بيشتغل دلوقتي او اسلس. دي حاجه رهيبه، دي حاجه بتخليني اصلا يعني فاهم انا بريمير دايما، بس دي حاجه بتغريني دلوقتي. بس طبعا الهاردوير هو الجانب الاول من المعادله، فين السوفت وير؟ والمشكله الابديه لمعالجات ARM من زمان انها ما بتشتغلش او ما بتشتغلش كويس مع البرامج الاساسيه اللي احنا كل الناس عايزاها وبتدور عليها، مفيش سبورت ودعم ليها. لكن ابل بتقول انها عملت حاجات كتير عشان تخلي الموضوع ده يختفي تماما. ابل اكيد شركه عملاقه، عندها تعامل مع كل المطورين لجميع انواع البرامج في كل حاجه، ودلوقتي هينزل الجيل الجديد من الماك اللي هو بيج سير، وابل بتقول انه هيكون في حاجه اسمها يونيفرسال ابلكيشنز، برامج هتشتغل مع الماك وتشتغل مع انتل، نفس البرنامج بيشتغل هنا وهنا من غير اي مشكله، دي اللي هتديك المفروض احسن اداء. حاجات زي لايت روم وفوتوشوب مثلا قريبا جدا هيشتغلوا، اللي هو نفس البرنامج اللي انت بتنزله على لابتوبك الماك اللي مع انتل، تاخده هو كده وتعمل له انستول على نفس على الماك الجديد على الام 1، هيشتغل معاك من غير مشاكل، دي اليونيفرسال ابس. لكن في حاجات مش هتشتغل كده مباشره، ولهذا السبب ابل عامله زي برنامج ترجمه كده ما بين البرامج وبعضيها اسمه روزيتا، والجيل الثاني من روزيتا المفروض ان هو هيدعم بقى تشغيل اي حاجات بتاعت انتل لسه المطورين ما حاولوهاش انها تشتغل مع ARM او مع ام 1، انها تشتغل عادي جدا، بتترجم عن طريق روزيتا ده وتشتغل معاك كانها برنامج رسمي وعادي جدا. وابل بتقول ان بعض البرامج حتى تشتغل تحت روزيتا باداء اسرع ما بتشتغل مع انتل، ودي حاجه غريبه بصراحه. وخلي بالك ان دلوقتي عشان ام 1 ده من نوع ARM فبرضه هيشتغل مع كل البرامج كل الابس بتاعت ايفون وبتاعت ايباد، تقدر تعملها انستول على الماك بتاعك بعد كده عادي جدا. انا مش فاهم بالظبط نقطة التاتش بقى هتتعمل ازاي، هل هيعملوا اجهزة تاتش؟ ما شفناش لحد دلوقتي، ولكن ممكن تتحول بقى بالماوس او حاجة زي كده، بس برضه فكرة حلوة. طيب كل ده كلام جميل، البروسيسور بقى الخطير الخارق ده هنشوفه امتى؟ يعني بعد 2 3 سنين؟ لا، المفاجأة ان احنا هنشوفه فعليا النهاردة. ابل اعلنت عن 3 منتجات، الثلاثة هينزلوا مع الام 1 والثلاثة متوفرين للطلب من النهاردة فعليا. اولا ماك بوك اير، وتحذير قبل ما نشرح اي حاجة من اجهزة الماك اللي جاية دلوقتي، اذا بتفكر تشتري ماك ايا كان نوع الماك اي حاجة اسمها ماك، اوعى تشتري دلوقتي، اوعى تشتري ماك مع انتل، انتهى العصر ده تماما، ما تفكرش فيه اطلاقا، لا اي ماك ولا ماك بوك ولا ماك بوك برو ولا اي حاجه تماما، استنى الحاجات الجديده دي. زي ما قلنا البدايه مع ماك بوك اير، هو نفس التصميم نفس الشكل، يعني نفس البيزلز اللي حوالين الشاشه نفس الكيبورد نفس الشكل بالظبط، مفيش اي اختلاف، اتشال بس انتل اتحط الشيب الجديده ام 1 وفتحت لك اداء اقوى بكتير. الحاجه المهمه كمان اللي فتحتها لك ان بسبب انها بتوفر في الطاقه ومش بتستهلك حراره، فان الماك بوك اير دلوقتي جاي من غير مروحه، جاي سايلنت تماما مش محتاج تبريد اساسا. ابل في الحته دي دخلت في مرحله كانها بتقارن مع اجهزه البي سي وتعمل لك تشارتس، وده اقوى مش عارف من كام في الميه، بتقول ان هو اقوى من 98% من الكمبيوترات البي سي. الحته دي يعني مبهمه، ما كانش لازم بصراحه، يعني مفيش ارقام معينه بتقارنش بحاجه معينه، ما اعرفش 98% دول ايه بالظبط، ولكن واضح ان هو هيكون فعلا شرس جدا وهيديك نفس المميزات اللي عليها مع ام 1. تطويرات اضافيه كمان في الماك بوك اير، انت هتاخد اس اس دي اسرع بمرتين من الموجود دلوقتي، هتاخد تاتش اي دي، هتاخد شاشه بتدعم الوان اكتر البي 3 كلر جامت، مجموعه كده من الاضافات والتحسينات، واهمها ان البطاريه بقت اطول بمراحل من الجيل اللي فات. الماك بوك اير هيديك 15 ساعه من الويب براوزنج بالشحنه الواحده، ده اطول ب6 ساعات من الجيل الموجود دلوقتي،
مع انتل، عشان كده بقول لك ما تفكرش تشتري اي حاجه مع انتل دلوقتي عشان الفرق هيكون رهيب فعلا في الاداء. والنقطه المهمه ان بنفس السعر الماك بوك اير مازال بيبدا ب $1000 وهتاخد كل التطويرات والتحسينات دي. ابل تقول كمان طورت الكاميرا، عشان دايما الكاميرا في اجهزه الماك سيئه جدا. انا توقعت هيحطوا ميجا بيكسل اعلى او حاجه زي كده، لا هو التطور هنا جاي من الايمج سيجنال بروسيسور الاي اس بي، ايوه اللي موجود في الام 1 بيحسن الصوره احسن عن طريق الذكاء الصناعي وتحليل الصوره وتعرف على وشك ومعرفش ايه، المفروض يديك صوره احسن في الاجتماعات وما الى ذلك. وحاطين لك كمان الاستوديو مايكس عشان تحسن الصوت اكتر. الجهاز الثاني اللي مع ام 1 هو الماك ميني. فاكرين الماك ميني؟ الكمبيوتر الصغير المربع ده شبه الابل تي في شويه، دلوقتي اتطور برضو جدا مقارنه بالجيل اللي فات بفضل وجود الام 1 فيه. ده فيه مروحه، فيه تبريد، ويديك ارقام اعلى بمراحل من الجيل اللي فات. السي بي يو اقوى 3 مرات من الجيل اللي فات، الجرافيكس اقوى 6 مرات من الجيل اللي فات، 15 ضعف الذكاء الصناعي، وبيوفر لك مداخل كمان احسن يو اس بي سي دلوقتي مع ثاندر بولت 4، وبيبدا من $700. ده على فكره ارخص ب $100 من الجيل اللي فات. وعلى فكره الاسعار دي بتبدا من الرقم ده، كلهم بيجوا مع نفس البروسيسور اللي هو ام 1، والفرق هتلاقيه مثلا في الاس اس دي، في الرام، حاجات زي كده. بعد الماك بوك اير والماك ميني عندنا كمان ماك بوك برو، اللي اتوقع كتير منكم مستنينه الناس اللي بتشتغل مع ماك. دي نسخه ال 13 انش، دي الوحيده اللي علينا عنها النهارده. مقارنه بالجيل اللي فات دي هتديك حوالي 3 مرات اسرع سي بي يو، 5 مرات اسرع جي بي يو، هتديك 11 مره اسرع ماشين ليرنينج وذكاء صناعي. وابل بتقول ان هو يقدر يشغل لك 8K فيديو بلاي باك على الايديتنج بكل سلاسه، دي حاجه رهيبه على لابتوب 13 انش. البرو على فكره فيه مروحه، يعني هيطلع له صوت خفيف، بس على فكره مازال لابتوب صغير ونفس الحجم برضه 13 اللي فات، مازال وزنه 3 باوند تقريبا، يعني يعتبر سوبر ثين اند لايت، وبيديك الاداء الخطير ده. والحاجه الرهيبه جدا تاني هي البطاريه، الارقام هنا غير منطقيه يا جماعه، 17 ساعه ويب براوزنج بشحنه واحده، 20 ساعه فيديو اتفرج على نتفليكس مدة 20 ساعة بشحنة واحدة، حاجة جنان رسمي. وده أكتر على فكرة، الأرقام دي أكتر ب10 ساعات من الجيل اللي فات، عشان كده بقول لك ابعد تماما عن أي حاجة موجودة دلوقتي. 10 ساعات زيادة، دي نقلة نوعية. ونفس الكلام اللي قلناه مع الإير، هتاخد كاميرا أحسن، استوديو، مايكروفون، وعلى فكرة الاتنين فيهم حاجة اسمها انستنت ويك دلوقتي، زيه زي الأيفون، تفتح الغطا بيشتغل مباشرة، مش مستنى أوبريتنج سيستم يفتح ويبدا ومعرفش ايه، بس اون اوف على طول، مفيش اي انتظار. والماك بوك برو ال 13 انش بيبدا من $1300، اللي هو برضو نفس سعر نسخه انتل، واكيد احسن بمراحل. زي ما قلت لكم البري اوردر على الاجهزه دي متوفر من النهارده مباشره، والاجهزه هتبدا توفر الاسبوع اللي جاي على طول. فابل جازه الشيب دي موجوده فعليا، ام 1 هتلاقيها في كل ايدين الناس قريب جدا، دي حاجه بصراحه مبهره جدا. في جانب الهاردوير انا واثق ان ابل عملت حاجه خطيره ورهيبه، وواضح انها حاجة عالمية في جانب ARM، ولكن النقطة اللي بقى يمكن تحتاج شوية وقت على ما الموضوع يفاينلايز كده ويستقر تماما هو جانب السوفت وير، وان البرامج كلها تشتغل نيتفلي كده مباشرة زي اليونيفرسال ابس اللي قالت عليها في الاول ابل. دي مرحلة اكيد انتقالية، وعشان كده في روزيتا ده اللي هيخلي البرامج تشتغل عادي، ولكن طبعا النيتف هو اللي هيديك احسن اداء وهيكون مريح بالك انك هتسطب البرنامج هيشتغل مباشرة زي ما بتنزله قبل كده. بتوقع مع قوة ابل وعلاقاتها وحاجات زي كده مع اوائل السنة الجديدة هنبدا نشوف اجهزة الماك كل البرامج شغال عليها وبتدعمها مباشرة مع الام 1. وخلي بالك ان الام 1 دي هي ام 1، هيبقى فيه 2 و3 و4. ابل بتقول ان دي بداية معالجات جديدة، بداية شيبات جديدة، يمكن بقى الاي ماك، يمكن الماك بوك برو الكبير 16 انش، يمكن الاجهزة التانية بقى الماك برو وحاجات زي كده، يمكن كل دول برضه يتحولوا، او غالبا 100% هيتحولوا، لكن مع الوقت بقى تدريجيا خلال السنة. اوفرول بصراحة انا معجب جدا باللي عملته ابل، وشايف ان هو خطوة قوية جدا نحو المستقبل، وخطوة هتغير شكل وسوق اللابتوبس والكمبيوترات عامة في القريب العاجل، وتخليني كمان متحمس جدا للشيبات بقى القادمة اللي هتنافس بقى حاجات زي الاي 7 والاي 9 ومعرفش ايه، هنشوف بقى الام 2 والام 3 الحاجات هتبقى عاملة ازاي بالظبط، ومتحمس اشوف كمان جانب الجرافيكس يتطور احسن، بما ان في بروسيسنج باور دلوقتي قوي من ناحية ارم، ليه ما نشوفش كمان ابل تطور كمان جانب الجرافيكس بحيث يشتغل احسن مع الجيمز وحاجات زي كده. اتوقع ابل عندها خطه لهذا الموضوع، لانها اتكلمت كتير وجابت سيره الجيمز كتير في الموضوع. فبدايه قويه لابل، واكيد داخله شرسه جدا في جانب المعالجات الخاصه بيها في ناحيه الماك. اذا عندكم اي اسئله في هذا الموضوع اكتبوها لي في التعليقات، وبس لو عجبكم الفيديو لا تنسوش لايك عنيف، يا ريت تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان يعرفوا الفيديوهات الجديده اول باول، يا ريت كمان تتابعوني على انستجرام، فيسبوك، تويتر، رابط كده تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.